مرحبا جميعا مرة تانية، صباح الخير. اليوم عنا حالة مختلفة بالنسبة للزراعة. السيدة جت حضرتها من المغرب العربي، كتير منحب نرحب بأهلنا بالمغرب بالجزائر بتونس والمكان. على كل حال ما شاء الله كواليتي الشعر جيدة جدا مثل ما أنا شايفين، ما في صلع، لكن للأسف شديد صار في عنا تراجع بخط المقدمة. نحن لازمنا هون ما يقارب 3500 إلى 4000 فصيلة. ضبطنا الشعر بهاي الطريقة بحيث انه نحن ناخذ من قلب المنطقة المانحة حتى ما يصير في عنا لاحقا اي آثار، يعني ما يبين انه اتاخذ من هون. شوي شوي مع الايام، شهر شهرين ان شاء الله ببلش يطلع هذا الشعر وكأنه ما اتاخذ ابدا، بحيث انه نحن ناخذ من هاي المنطقة 3500 بوصيلة الى 4000. ان شاء الله بعد يومين رح ارجع ورجيكم شو النتيجة للتغطية بخط المقدمة. شكرا كثير للمتابعة. صباح الخير جميعا. اليوم هو اليوم الثالث من الغسيل للسيدة اللي نحن عملنا لها شعرها من يومين قبل الآن. سبق وشرحت لكم، حتى بتكونوا هلا عم تشوفوا الصور بالجزء الثاني من الشاشة، شرحنا لكم انه كانت الحالة بهالشكل، هي فقط لتصغير جبهة السيدة كونه هي ما عندها صلع ما شاء الله. المنطقة المانحة من خلف الرأس ابدا مو باين انه تاخذ منها، لانه نحن اخذنا من المنطقة اللي بوسط الرأس، غطينا الشعر بهي الطريقة، صار في عندنا تغطية بما يقارب 3500 حتى 4000 فصيلة. اعتقد من هون الى الجهة الثانية مثل ما شايفين الكثافة. طبعا بتبلش الشعر يطلع بعد 6 شهور. احنا هلا امام مرحلة الهيلينج، بفترة من الفترات بتلاقي كل القشور عم تنزل شوي شوي. نحن بنعلمها كيف تنزل القشور وتنظف راسها بشكل صحيح. نحن كثير بنتشكركم للمتابعة، وبنتشكر السيدة لمشاركة الفيديو معنا. شكرا كثير للكل.